وقع في حبها ووقعت في حبه، وبعد معاناة سنين بسبب حالته لقى البنت اللي كان بيحلم بيها. معلومات أول مرة تعرفها عن البطل المصري أيمن صبور. فيديوهات خطوبته غرقت السوشيال ميديا. مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل في الساعات اللي فاتت من حفل خطوبة بطل السباحة المصري أيمن صبور اللي ظهر فيها مع عروسته رحمة. الفيديوهات حققت انتشار كبير، لكن كان دايماً السؤال اللي بيراود المتابعين اللي مش عارفين أيمن هو ليه بيرد كده على عروسته. حركات أيمن وتصرفاته في الفرح كانت بسبب الحالة اللي بيعاني منها، وهي الإصابة باضطراب طيف التوحد. وعلى الرغم من المعاناة اللي عاشها بسبب الإصابة، لكن أيمن كان مثال للتحدي والمصري اللي ما يعرفش يعني إيه مستحيل ولا يعرف أي حاجة ممكن تعوقه في حياته. أيمن وقع في حب بنت جميلة اسمها رحمة، اللي بحسب التقارير جمعتهم رحلة بداية من الصغر لحد التخرج، وكمان جمعتهم التمرينات الرياضية وخصوصا السباحة، وكمان جمعتهم الدراسة. فالاتنين بيدرسوا في كلية السياحة والفنادق جامعة القاهرة. أيمن كان في قمة سعادته في حفل خطوبته، خطف الأنظار وتفاعل معاه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا اللي قالوا في تعليقاتهم وراء كل رجل عظيم امرأة، أمه اللي وصلته لكده. ربنا يهنيهم ويسعدهم، يا بخت العروسة بيه، ما شاء الله شكلهم حلو قوي، ربنا يسعدهم يا رب. والله بعيط من ساعتها، من أول ما شفت الفيديو مفيش جمال كده. بحسب أسرة رحمة، فقالت والدتها في تصريحات متداولة ليها، اتعرضنا لانتقادات بعد نشر فيديوهات الخطوبة، وفي ناس قالوا إنها اتجوزته علشان فلوسه. الحمد لله إحنا مش محتاجين حاجة، لكن الحب جمعهم، ورحمة قررت الموافقة على الخطوبة من أيمن بعد فترة تعارف بينهم. وكنت دايما بفهمها يعني إيه تكون مسؤولة عن راجل وبيت، وبعتبر أيمن ابني وأسرته هي استكمال لأسرتنا، وعمرنا ما حسينا إن في فرق بيننا، وبدعي ربنا يكمل لهم على خير. كمان في تصريحات متداولة لوالدة أيمن صبور قالت، عمري ما كنت أتخيل أكون بالقوة دي يوم خطوبة ابني، كان مستقوي بيا، كان في مشاعر حب كبيرة بيني وبينه، والحمد لله ظهرت لكل الناس. وقبل الخطوبة أيمن ورحمة راحوا لمتخصص علشان يتم تأهيلهم نفسيا لخطوة الخطوبة. لكن مين هو أيمن صبور؟ البطل الرياضي أيمن صبور البالغ من العمر 22 سنة بيدرس بكلية سياحة وفنادق جامعة القاهرة. بيعتبر نموذج يحتذى به في الإصرار والعزيمة وقهر المستحيل، واللي قدر يحقق رغم طيف التوحد أكتر من 3 ميداليات أولمبية في الأولمبيات الخاصة 2019. حقق كمان أرقام قياسية في بطولة الجمهورية 2021-2022، وأصبح مثالاً يحتذى به من أصحاب النورمال في السباحة والفتنس. أيمن كمان يعتبر بطل الجامعات 2021-2022، وكمان أول من خاض تجربة العنف في النيل 2016 وكرر التجربة 2021. تم تكريمه من رئيس الجمهورية في حفل قادرون باختلاف. البطل المصري أيمن لي شقيق يدعى أمير بنفس القدرات ومحقق إنجازات رياضية كمان.